سيدنا صباح الخير عليكم، صباح النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله تعالى. فجمعة مباركة إن شاء الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، الله يتقبل منا صانع الآن. فبداية كنتمنى لكم تكونوا أحسن الأحوال، وكنتمنى يجوز يومكم يوم موفق إن شاء الله وبالتوفيق للجميع. طبعا يعني اليوم مدينة تطوان كتعيش يعني الأجواء اللي هي أجواء جميلة صراحة، والأجواء هادئة بالمدينة صبيحة هاد اليوم الجمعة، وانتم كتعيشوا معنا هاد الأجواء متابعين الكرام اللي كتبوا معنا يعني من خلال البث المباشر، من خلال يعني هاد الأجواء صراحة اللي كنعيشوها معكم وتقربوا باش نوقع يعني الأجواء ديال مدينة تطوان. فطبعا انتم كتشوفوا الأجواء الصباحية، فاليوم يعني رجعت الحرارة وزال ديك الجو الغائم اللي كان في تطوان وديك الغيوم والسحب، وتقريبا يعني حيد ديك الشرقي اليوم أجواء حارة في مدينة تطوان، وانتم كتشوفوا يعني بفعل الحرارة يعني كتبان لكم يعني الأجواء بحال الضبة شوية، فهذا رجع يعني ارتفاع ديال الحرارة والجو شرقي في مدينة تطوان، فهو يعني كيعطي هاد الضباب هذا. فطبعا انتم كتشوفوا معنا يعني الأجواء في مدينة تطوان يعني اليوم صراحة كتشوفوا يعني الأجواء الشمس حارة اليوم مدينة تطوان، ومدينة تطوان يعني صراحة اليوم يعني كتعيش أجواء مشمسة جميلة، الجو رائع اللي كتعيشوها معنا. حنا متواجدين معنا مقربة من جبال غريس اللي هي اسمها كتشوفوا معنا يعني مباشرة صورة أكثر. فصراحة اليوم أجواء جميلة بمدينة تطوان، ورجعت يعني رجعت ديك الأجواء الحارة ورجعت الأجواء كما هي، وسبحان الله كما كتشوف يعني فعلا يعني الحرارة وفعلا يعني الجو ديال الشرقي، فكيما بحال كاين شوية ديال الضباب كما كتشوفو هنايا في البيت المباشر تاني. إذا حماس الشبحة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور، صباح النور عليك اختي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله تعالى، ونتمنى ليك جمعة مباركة ان شاء الله، ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع المغاربة والمتتبعين ديال قناة الشعب. انا شفت من خلال المتابعين الاوفياء تشوفوا معنا هاد الاجواء الصباحية كيف دايرة وشنو واقع في مدينة تطوان خلال الصباح هذا وخلال الاجواء الجميلة. فطبعا انا كيما شفت من تطوان هاد الصباح يعني كتعيش واحد الأجواء اللي هي أجواء رائعة والجو جميل خلال هاد الجو الصباحي اللي كتعرفو مدينة تطوان هنا يعني في هاد المنطقة اللي هي منطقة ديال جبال غريس المطلة على مدينة تطوان، اللي خلالها يعني كنقربكم بصورة أكثر متابعين الكرام تتابعو قناتكم وأنا شفتي من خلال الجو الصباحي هاد الأجواء والصباحي. خويا عزيز الله يطول لك عمرك، شكرا اختي كريمة، نتمنى ان شاء الله التيسير والتوفيق لك في الحياة لك ولجميع المتتبعين ديالنا اللي كيتابعونا من جميع المدن المغربية وجميع انحاء الوطن. فطبعا يعني انتم كتشوفوا معنا هاد الاجواء الصباحية ديال مدينة تطوان، كتشوفوا معنا يعني كيفاش داير الاجواء في مدينة تطوان يعني من خلال هاد البث المباشر، ممكن نعيش معكم يعني لحظة بعد الاجواء ديال مدينة تطوان يعني. صراحة جو جميل يوم في تطوان الحق الكريمة، فاطمة انتم كتشوفو الأجواء ديال مدينة تطوان، وكاين يعني شوية ديال الضبابة هابطة على مدينة تطوان، فهادي الضبابة حنا كنسميوها يعني الضبابة ديال الشرقي، فاش كيكون الشرق يعني صراحة فكتهبط الضبابة. طبعا يعني هاد المكان ملتقى المصرف هي المحطة الطرقية في مدينة تطوان، وكيف كتشوفو معنا يعني من الأجواء الحركة مع هاد الطرق اللي في مدينة تطوان في خلال الصباح هذا، فمكانش يعني مدينة تطوان يعني معروفة في الصباح هذاك الليل ماشي حركة اللي هي كثيرة، فطبعا يعني خصوصا يعني يوم الجمعة استغفر الله. فالعديد من الساكنين في مدينة تطوان كيفكروا أنهم يكون يوم الجمعة يوم عطلة،
طبعا يعني كي 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 في طلوع انهم يجلسوا يوم الجمعه ويخدموا يوم الاحد، فطبعا هذول الناس يعني اللي كيمتهنوا المهنه يعني الحره، اللي الحره يعني عكس موظف، الموظف يعني كيجلسوا السبت والحد في هذه الظروف. فالعديد من ساكنة مدينة طنجة كتاخد يعني يوم الجمعة يوم عيد ويوم راحة وميكونوش يعني خدامين. طبعا هادشي اللي كتشوفو عندنا الحركة في البيت تكون يعني على الصباح يعني كيكون قليلة شي شوية، وما كتشوفو يعني الأجواء ديال الشوارع ديال مدينة طنجة. يعني تما كتشوف يعني الأجواء يعني شوارع خاوية وتسكات والهدوء، كتعرفو يعني تطوم خلال يعني كل صباح ومن خلال يعني صباح البيت. طبعا يعني بديت تطوم الصباح فعلي يعني الإخوان يعني صراحة. طبعا يعني الناس اللي كتزور من يعني تطوم كنظن يعني كتفاهم مع الوضعية هادي وكتسانيت مع الوضع هذا، لأن الصراحة الأجواء من تطوم فهي يعني واضحة ومعروفة الأجواء ديالنا من تطوم خلال كل صباح. اصلا الرواج والحركة كتبدا يعني تقريبا حتى العشرة ونص ديال الصباح الحضر، عاد كتبدا الرواج والحركة، عاد كيبداو الناس انهم تقريبا نقولوا العشرة كيبداو ينوضو يفطرو حتى عاد كيخرجو. هاد السيستم هذا عشنا هنا في مدينة طنجة كنعيشوها تقريبا كل يوم، وغير يعني الايام اللي كتكون مدرسة ولا الاطفال اللي كيكون عندهم مدرسة ولا التلاميذ اللي كيفيقوا بكري وكيفيقوا معاهم الاهل ديالهم. طبعا يعني كذلك حتى الموظفين والموظفات ولا العاملات والعاملين في القطاع ديال عاملين هما اللي كينوضو الصباح بكري، كتلقى يعني الصباح بكري نساء عاملات الله يسهل عليهم ان شاء الله. هنا في مدينة تطوان الصباح بكري كيتسناو الترونسبور، يعني الساعة الأولى ديال الفرش كيتسناو الترونسبور كيكونو ماشيين يعني العمل خمسة، يعني أنا المعامل ديالهم كيتواجدو غير في مدينة طنجة، والله يعاونهم الله يسهل عليهم ان شاء الله. إذا المتابعين الكرام نشكركم على المتابعة ديالكم للبرشيد الصباحي وهاد الأجواء الصباحية الجميلة ديال مدينة تطوان. شكرا على المتابعة ديالكم، صامرين معكم تقديم مباشرة حصرية كل أحداث الوقائع في هذا اليوم، هذا دمتم في رعاية الله، حتى اللقاء في مباشرة جديدة.